السلام عليكم، معكم طارق تيتون من مواليد مدينة ناظور 1985، مقيم بالديار البلجيكية ببروكسل. دابا 3 سنين من اللي جيت لتحت هنايا. عندي 13 ألبوم باللغة الريفية ديال ناظور، وشاركت بزاف في سهرات الإذاعة في التلفازة، كنحيي حفلات، كنحيي سهرات هنايا بزاف، كنلتحق مع فنانة بزاف، وبزاف ديال المشاريع هنايا في الديار البلجيكية كندير. ما كاينش معانا غابولة فحولة، تروجوا للحايل رجولة. ما كاينش معانا غابولة فحولة، تروجوا للحايل. واي 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 لو كان عندي الفريتا، واي 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 يا تيري في الحسينة. واي 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 لو كان عندي الفريتا، واي 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 يا صفي شي محسينة. البداية ديالي كانت من الطفولة، كنت في دار الشباب مع جمعيات، كنا كنديرو أنشطة فنية، من موراها التحقت بواحد الجمعية كان فيها واحد جروب فني كيحيي السهرات وكيحيي الحفلات، كنت كنمشي معاهم في 1998، من تما بدات المسيرة ديالي. كنت كضابط إيقاع مع الفرقة الموسيقية، شوية بشوية وليت كنتعلم مع الدراري، كيشجعوني كيقولوا لي دير كورة، اليوم ندير كورة، غدا ندير أغنية، بعد غدا شوية شجعوني، درت ألبوم الأول كان في 2000 مع الشركة ديال التسجيلات. من موراها بديت كندير ألبوم ور ألبوم، شاركت في سهرات، في التلفازة، مهرجانات وطنية، دابا إن شاء الله كنشارك في مهرجانات دولية، وكنحيو هنا سهرات كبار حيت كاين هنا بزاف ديال الفنانة، و كنتلاقاو مع فنانة بزاف، كل واحد والستيل ديالو، كاين اللي غني الريفية، كاين اللي غني العربية. من موراها بنادم كيدير السمية ديالو. طريق تيتو معروف دابا حاليا كيغني الريفية، ولكن في السهرات كاين جمهور كيطلبوا منك تغني عربية، تغني شرقية، تغني خليجي، يعني باش تخدم في هذا الشيء خصك تكون جوكر، تغني أي حاجة، ولكن الستيل مختص في أنا هو أغنية. العمل وحياة السهرات كاين هنا بزاف، مشيت هنايا ولقيت الدراري بحال يعني ديال البلجيكيه، بحال اللي راك في البلاد، يعني بزاف ديال الناس من البلاد هنايا، بقينا وعجبنا الجو هنايا، وكاين هنا اعمال تخدم بزاف. وكاين التسجيلات كتستغرق ما بين شهر 3 سومان، كاين تسجيلات اللي كتستغرق بزاف. في الاول كنا كنسجلوا المنتجين، دابا لا، دابا انت كدير الالبوم ديالك ودير البرودوي ديالك باش انت تخرجه، يعني باش تعرف انت تكون شي حاجه مقتنع تخرجها. كاين منتج كيجي عندك يقول لك دير لي شي حاجه انت ما مقتنعش بها، مي دابا كدير انت راسك، كتنتج راسك، كدير كل شيء على حسب انت، وعلى حسب انت والجهد ديالك. بغيتي دير شي حاجه مكلفه بزاف تقدر تبان بها، ما تدير شي حاجه ديال السلاك ديال الديباناج راه تقدر ما توصلش. كاين البومات، كاين واحد البوم كنت درت سيور سيور، يعني كاع يقبل في 2004. كاين واحد الالبوم عاودت واحد ديسك قديم، ديسك معروف كاع الكبير والصغير سميتو رنوا، درت له يعني كلمات يعني قدام ورتبتها ودرت له موسيقى جديده، هذاك لقى يقبل بزاف. وكاين كاين واحد السهره درتها، كاين دابا واحد الجديد ان شاء الله راه قريب. مراد مجود، موزع موسيقي ومهندس صوت في شركة بلاتينيوم بروكسل.
بالنسبة للفنان طارق تيتو، هو فنان ذو أخلاق وتبارك الله عليه، ما عندي ما نقول فيه في جميع المواصفات. كنت كنسمع به وشأت الأقدار باش تعرفت عليه هنا في استوديو بلاتينيوم بريكسل. اكتشفت أنه فنان عنده جميع الأدواق، يعني كي يتقن جميع الستيل. الجيد في ان في طريق تيتو انه كيغني الاغاني الفولكلوريه وكيجددها ومجتهد. نتمنى له كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. واي 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 يا عمي البلاد، واي 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 يا صبي شي محسنه ديموني مراد ديموني خويا يعني بزاف. كاين اولهم الاستاذ الكبير، يعني استاذ ومدرسه عبد المولى، كاين مصطفى ترقع، كاين رشيد الناظوري الاسطوره الكبيره، هذا هو اللي حطم الرقم القياسي يعني في الاغنيه الامازيغيه، يعني ما بالنسبه للاغاني وبالنسبه ل يعني حاجه كبيره. وكاين محمد امزري، ليلى شاكر، وبزاف بزاف مغنيين، يعني كل واحد كناخذوا منه شي حاجه، يعني كل واحد عنده واحد البصمه ديالو خصك تاخذها منه باش تجمع بصمه من هنا بصمه من هنا تكون شي حاجه انت. يعني هذه الفكره اقترحناها نديروا ديو ما بين الراي والريفيه، ولا ما بين يعني السوريه ولا اللبنانيه والريفيه، يعني كاين هذه الفكره ولكن خصنا وقت باش نخدموها. هذه الفكره مزيانه، يعني كتكون مزيج من الموسيقى ديال الشعوب، يعني كيكون تواصل ما بين العالم في اللهجات. كتكون دابا بحال شي سهره كتكون مع شي مغني مثلا الجيريا ولا من لبنان ولا من سوريا ولا من العراق، كدير معاه واحد ديو خفيف كيكون مزيان، كيكون تجاوب ما بين الجمهور وهذاك الشيء. كنتمنوا هذه الفكره تكون. بالنسبه للانتاج شنو غادي نقول لك، الانتاج دابا ديال السي دي ما بقاش شي انتاج، دابا ولا الانتاج ديال الانترنت، يعني الحاجه دابا كتبع غير في الانترنت. دابا تقدر دير سي دي ما يشريش بنادم، كيجي بنادم كيعطيك شي حاجه كيقول لك عمر ليها الام بي 3، ما كاينش تشجيعات. دابا كاين لي سينجل كيما قلت لك كدير فيديو كتحطو يعني في القناه ديالك في اليوتيوب وكتشوف الاقبال. تقدر تكون نديرو فيديو كليب، ولكن فيديو كليب خصك يعني خصك الاساسيات ديالو يكون معك شي مخرج مزيان، يعني الامكانيات كاين امكانيات ولكن خصك الماده، ما كاينش اللي يعاونك لا ماديا لا معنويا، كتعرفوش بالكفاءات كلشي باك صاحبي وصلنا. عندي غزلاني غنى كم الخسري كني حسن خفي زي زين الخري، ايو ما مش مكر مش نغوري عز عمال غاد نغر خسيني غاي صرما بيخ صرما بي صرما بي دوبي مش كس ما خدنا سبوه رياي صرما بيخ صرما بي صرما بي دوبي بيخمان سيو عكا ساكن وي 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 نمشو وي 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 حبي كيسكن نمشو. الناس ديال الجاليه تجاوب كبير، يعني كاين تشجيعات. الجاليه فاش كتسمع التقاليد ديالها والموسيقى ديالها يعني في بلاد ديال برا كتفرح بزاف، يعني كاين واحد تجاوب كبير مع الجمهور ديال الجاليه المغربيه اللي يعني كيقدرك وكيعطيك قيمه كبيره بزاف بزاف. دابا عندي جوج سينجل باقي ما خرجوا، واحد كملته واحد باقي في اطار يعني كنخدموه، وغادي تسمعوا معنا شي مقاطع بلاتي كنوعدكم ان شاء الله. جيل ديسكو جديد دي غومف مره امازيغن ايجان لي ضمار بار ضمار دي غوم ديسكويا جديد عادو دي فيرت مني غنوم يعجب. بعد يوي خفي دتي قرينو يحرس لك يقضاكي مصبر يقضاكي
باج اللي جا من المغرب خصوصا من ناظور وكازا بزاف ديال المدن اللي شدوا الطياره وتعبوا بزاف باش يجيو هنايا بلاد الغربه ويشوفوا الجاليه ويشوفوا نماذج مغربيه يعني سواء في الفن سواء في السياسه سواء في الكوميرس بزاف ديال الحوايج كنشكرهم بزاف 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 يعني هاد الناس كيقدروا وكيعطيو يد المساعده وكيعطيو الامكانيات وكيخليوك تتواصل مع الجمهور ومع الناس ديال العالم كامل خصوصا ان الاغنيه الريفيه دابا صبحات شي حاجه كبيره يعني في العالم كاع كيسمعوا بها والاغنيه المغربيه بخصوص وكنتمنوا لهاد الناس يعني النجاح والطريق اللي خلونا نتواصلوا مع الجمهور ديالنا وكنشكروا الجاليه المغربيه المقيمه في اوروبا وفي بروكسل وفي العالم كامل وكنشكروا الناس المغاربه لبلادنا وديما بلادنا وديما المغرب ونموتوا على المغرب. شكا من غابرة وغاسن بوم شنكينغ وغاسن بوم شنكينغ نشقاس نخفن مرة ما غير سنوة ناقيرغ ما غير سنوة ناقيرغ ما وجدي ارفع صوتي خلوني ساك الشاي خلوني ساك الشاي ما حترى عن موتي للصح عين الشامي للصح عين الشامي واجي من غانق نشي نسيني خنغيط وظلم نسيني خنغيط وظلم النار في قلبي انا خلو عايش بيها انا خلو عايش بيها انا الشيط ناضح نادمتين الشيط ناخنغ بعدين الخير الله بينا والشار الله بينا ويسي حشاغة برا ويسي حشاغة برا
الاكوادور وكازا بزاف ديال هذول اللي شدوا الطياره وتعبوا بزاف باش يجيو هنايا لبلاد الغربه ويشوفوا الجاليه ويشوفوا نماذج مغربيه، يعني سواء في الفن سواء في السياسه سواء في الكوميرس بزاف ديال الحوايج. كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، يعني هاد الناس كيقدروا وكيعطيو يد المساعده وكيعطيو الامكانيات وكيخليوك تتواصل مع الجمهور ومع الناس ديال العالم كامل، خصوصا ان الاغنيه الريفيه دابا صبحات شي حاجه كبيره يعني في العالم كاع كيسمعوا بها، والاغنيه المغربيه بخصوص. وكنتمنوا لهاد الناس يعني النجاح والطريق اللي خلونا نتواصلوا مع الجمهور ديالنا. وكنشكروا الجاليه المغربيه المقيمه في اوروبا وفي بروكسل وفي العالم كامل، وكنشكروا الناس المغاربه لبلادنا وديما بلادنا وديما المغرب، ونموتوا على المغرب. سوريا ولا من العراق كدير معاه واحد ديو خفيف كيكون مزيان، كيكون التجاوب ما بين الجمهور وهذاك الشيء. كنتمنوا هذه الفكره تكون. بالنسبه للانتاج شنو غادي نقول لك، الانتاج دابا ديال السي دي ما بقاش الانتاج، دابا ولا الانتاج ديال الانترنت، يعني الحاجه دابا كتباع غير في الانترنت. دابا تقدر دير سي دي ما يشريش بنادم، كيجي بنادم كيعطيك شي حاجه كيقول لك عمر ليها الام بي 3، ما كاينش تشجيعات. دابا كاين لي سينجل كيما قلت لك كدير فيديو كتحطو يعني في القناة ديالك في يوتيوب وكتشوف الإقبال. نقدر نقولو نديرو فيديو كليب، ولكن فيديو كليب خصك يعني خصك الأساسيات ديالو يكون معك شي مخرج مزيان، يعني الإمكانيات كاين إمكانيات ولكن خصك المادة، ما كاينش اللي يعاونك لا ماديا لا معنويا، ما كيعترفوش بالكفاءات، كلشي باك صاحبي والصانع. كني غزلاني غانا كمل خسري كني حسن خفي زيزي الخري ايو ما مش مكر اشنا قوهري عسا ما بعد نغف خسيني غاي صرمي خصرمي صرمي دمي مش كس ما خدنا سبوي رياي صرمي خصرمي صرمي دمي بيخ ما نسيو عكا ساكني وي 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 دمشو وي 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 في الناس ديال الجاليه تجاوب كبير، يعني كاين تشجيعات. الجاليه فاش كتسمع التقاليد ديالها والموسيقى ديالها يعني في بلاد ديال برا كتفرح بزاف، يعني كاين واحد تجاوب كبير مع الجمهور ديال الجاليه المغربيه اللي يعني كيقدرك وكيعطيك قيمه كبيره بزاف بزاف. دابا عندي جوج سينجل باقي ما خرجوا، واحد كملته واحد باقي في اطار يعني كنخدموه، وغادي تسمعوا معنا شي مقاطع بلاتي كنوعدكم شي جيل ديسكو جديد نهديهم مره امازيغن يتجان لي ثما بار ثما نهديهم ديسكويا جديد عادو دي فيرت مني غنهم يعجب. موسيقي ومهندس صوت في شركة بلاتينيوم بروكسل. بالنسبة للفنان طارق تيتو هو فنان ذو أخلاق وتبارك الله عليه، ما عندي ما نقول فيه في جميع المواصفات. كنت كنسمع به وشأت الأقدار باش تعرفت عليه هنا في استوديو بلاتينيوم بروكسل. اكتشفت أنه فنان عنده جميع الأدواق، يعني كي يتقن جميع الستيل. الجيد في ان في طريقته انه كيغني الاغاني فولكلوريه وكيجددها ومجتهد،
نتمنى له كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. واي 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 يا عمي البيه، واي 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 يا صبي شي نحسينا فنانين بزاف. كاين اولهم الاستاذ الكبير، يعني استاذ ومدرسه عبد المولى، كاين مصطفى ترقع، كاين رشيد الناظوري الاسطوره الكبير، هذا هو اللي حطم الرقم القياسي يعني في الاغنيه الامازيغيه، يعني ما بالنسبه للاغاني وبالنسبه ل يعني حاجه كبيره. وكاين محمد امزري، ليلى شاكر، وبزاف بزاف مغنيين، يعني كل واحد كناخذوا منه شي حاجه، يعني كل واحد عنده واحد البصمه ديالو خصك تاخذها منه باش تجمع بصمه من هنا بصمه من هنا تكون شي حاجه انت. يعني هذه الفكره اقترحناها نديروا ديو ما بين الراي والريفيه، ولا ما بين يعني السوريه ولا اللبنانيه والريفيه، يعني كاين هذه الفكره ولكن خصنا وقت باش نخدموها. هذه الفكره مزيانه، يعني كتكون مزيج من الموسيقى ديال الشعوب، يعني كيكون تواصل ما بين العالم في اللهجات. كتكون دابا بحال شي سهره كتكون مع شي مغني مثلا الجيريا، ولا انا هو اغنيه العمل احياء السهرات كاين هنا بزاف. جيت هنايا ولقيت الدراري بحال يعني ديال البلجيكيه، بحال اللي راك في البلاد، يعني بزاف ديال الناس من البلاد هنايا، لقينا وعجبنا الجو هنايا، وكاين هنا اعمال تخدم بزاف. وكاين التسجيلات كتستغرق ما بين شهر 3 سمان، كاين التسجيلات اللي كتستغرق بزاف. في الاول كنا كنسجلوا المنتجين، دابا لا، دابا انت كدير الالبوم ديالك ودير البرودوي ديالك باش انت تخرجه، يعني باش تعرف انت تكون شي حاجه مقتنع تخرجها. كاين منتج كيجي عندك يقول لك دير لي شي حاجه انت ما مقتنعش بها، مي دابا كدير انت راسك، كتنتج راسك، كدير كل شيء على حسب انت وعلى حسب انت والجهد ديالك. بغيتي دير شي حاجه مكلفه بزاف تقدر تبان بها، ما تدير شي حاجه ديال السلاك ديال الديباناج راه تقدر ما توصلش. كاين البومات، كاين واحد البوم كنت درت سيور سيور يعني كاع يقبل في 2004، كاين واحد البوم عاودت واحد ديسك قديم، ديسك معروف كيعرفو الكبير والصغير سميتو رنوا، درت له يعني كلمات يعني قدام ورتبتها ودرت له موسيقى جديده، هذاك لقى يقبل بزاف. وكاين كاين واحد السهره درتها، كاين دابا واحد جديد ان شاء الله راه قريب عجبتني. السلام عليكم، معكم طارق تيتون من مواليد مدينة ناظور 1985، مقيم الديار البلجيكية ببروكسل، دابا 3 سنين من اللي جيت لتحت هنايا. عندي 13 ألبوم باللغة الريفية ديال ناظور، وشاركت بزاف في سهرات الإذاعة في التلفازة، كنحيي حفلات، كنحيي سهرات هنايا بزاف، كنلتحق مع فنانة بزاف، وبزاف ديال المشاريع هنايا في الديار البلجيكية كندير. ما كاينش معانا غول فحولة تروجو لبحايل رجولة، ما كاينش معانا
ابو الفحوله تروجه للحي واي 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 لو كان عندي الفريته واي 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 يا تيري في الحسينه واي 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 لو كان عندي الفريته واي 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 يا صفي شي محسينه. البداية ديالي كانت من الطفولة، كنت في دار الشباب مع جمعيات، كنا كنديرو أنشطة فنية، من موراها التحقت بواحد الجمعية كان فيها واحد جروب فني كيحيي السهرات وكيحيي الحفلات، كنت كنمشي معاهم في 1998، من تما بدات المسيرة ديالي. كنت كضابط إيقاع مع الفرقة الموسيقية، شوية بشوية وليت كنتعلم مع الدراري، كيشجعوني كيقولوا لي دير كورة، اليوم ندير كورة، غدا ندير أغنية، بعد غدا شوية شجعوني درت ألبوم الأول كان في 2000 مع الشركة ديال التسجيلات، من موراها بديت كندير ألبوم ور ألبوم، شاركت في السهرات في فازا مهرجانات وطنية، دابا إن شاء الله كنشارك في مهرجانات دولية وكنحيو هنا سهرات كبار حيت كاين هنا بزاف ديال الفنانة، وكنتلاقاو مع فنانة بزاف كل واحد والستيل ديالو، كاين اللي يغني الريفية كاين اللي يغني العربية، من موراها بنادم كيدير السميه ديالو. طريق تيتو معروف دابا حاليا كيغني الريفيه، ولكن في السهرات كاين جمهور كيطلبوا منك تغني عربيه، تغني شرقي، تغني خليجي، يعني باش تخدم في هذا الشيء خصك تكون جوكر، تغني اي حاجه ولكن ستيل مختص فيها.